الرستان 14/4/2013. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا حاج؟ أهلين. شايفك من بكير قاعد هون على باب البيت. قاعدين من القصف، قاعد يصير قصف بالنهار. طيب ما بتخاف لا شيء قذيف يحدك هون؟ والله اسم الله عنا شو بدنا نسوي؟ فلا بدنا. طيب ما انا خايف من شيء قذيفه من شيء. والله الله حامينا. لا اله الا الله. طيب فيك تحكينا بشكل اوضح عن القصف اللي عم يصير على الرستن؟ عم يصير قذف على الرستن، عم يصير بالطيران، عم يصير بالمدافع من الشمال. كثير الهندسه. ايه بالهندسه عم يصير ضرب. يعني في وقت محدد بالليل بالنهار ولا ما في وقت محدد؟ ما بتعرف ايمتى بتضربه. ايوه وبشكل عشوائي. بشكل عشوائي نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. عم يصير جرحى شهداء؟ عم يصير في والله امبارح كان ببيت منور حرمي قتلت وحرمي اسعفوه على المستشفى. لا حول كمان يعني المدنيين عم تصابوا. ايه المدنيين حرمي ماتت. لا حول ولا قوة الا بالله. بيت عبيد ماتت.